مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ بدي رحب فيكن بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات ماثماتكس. أنا شمس بعلمكن هيدا المادة، ومبسوطة أنه بهيدا الحصة كمان رح تكونوا عم تتعلموا شيء كتير كتير مفيد لحياتكن، وأكيد أنتو عم ترجعوا دايماً للدروس السابقة لحتى ما تنسون أبداً. بتتذكروا بالحصة السابقة كنا عم نحكي عن نيرستن، وقلنا أنه نحن فينا تقديرياً نعمل estimation ونقول رقم، يعني منقول تقريباً عندي 50 قطعة شوكولا، تقريباً عندي 10 كتب. هيدا العدد لما نقول تقريباً يعني نحن كأنه عم نقرب على النيرست 10، وتعلمنا أنه دايماً نطلع على الرقم النهائي تبع الونز، الرقم يلي هو بيمثل الونز، منشوف إذا هو كان أصغر من 5 أو أكبر من 5 حتى نشوف إذا هو أقرب للتن الأكبر أو التن الأصغر. اليوم بحصتنا رح نشوف هيدا المثال، ورح نكون عم نحكي عن الهندردز، nearest hundred، كيف نحن كنا عم نقدر تقريباً أي تن أقرب، بس اليوم بدنا نحكي أي هندرد هي أقرب، أي مية أقرب. هول الصيصان، هيدول الليتل تشيكس، ضيعوا أمهم دجاجات، ونحن حسب الرقم اللي موجود عليهم وحسب الرقم اللي موجود على أمهم بدنا نجرب نلاقي the nearest hundred. كيف منعرف؟ دايماً منتطلع على الرقم يلي هو بيمثل التنز، مش مثل النيرست 10. بالنيرست 10 منتطلع على الرقم اللي بيمثل الونز، بينما بالنيرست 100 منتطلع على الرقم يلي بيمثل اللي بيعطيني التنز. إذا كان 5 وما فوق أكبر، يعني هو للهندرد الأكبر، بيكون أقرب لل الهندرد الأكبر. إذا كان تحت 5، يعني هو أقرب للهندرد الأصغر. خليني أقلكن كيف. مثلاً هيدا التشيك، البيبي تشيك، الصوص الصغير، هيدا عنده رقم مكتوب عليه هو 665، يعني 665. بتطلع على التنز 66 هي أكبر من 5، يعني هيدا التشيك لازم يكون بين 600 و 700. إذا بين 600 و 700 وهون 6 أكبر من 5، يعني هو للهندرد الأكبر. رح فتش على أمه، وأمه هون قريبة منه يلي مكتوب عليها 700، لأنه هيدي هي nearest 100. تاني واحد رقمه 373، التنز هي 7 هي أكبر من 5، يعني لازم يكون قريب على 300 أو على 400. بما أنه 7 هي أكبر من 5، يعني هيدا التشيك هو أقرب على 400، يعني أمه بدها تكون رقم 400، وهيدا هي أمه، هيك بكون لقاها وما ضيعها. 521 بتطلع على التنز نمبر 2، هو أصغر من 5، يعني النيرست 10 بدها تكون أو 500 أو 600. النيرست 10 لازم تكون هي الأصغر، ليش؟ لأنه 2 هي أقل من 5. الأصغر هي 500، وهيدي هي أمه لهيدا الصوص. 752 الفايف والطالع، إذا 5 أو أكثر، يعني النيرست 10 هي النيرست 100 هي الأكبر، يعني 700 أو 800. بما إنه هون 5 وأكثر، يعني هي النيرست 100 هي الأكبر، لكن أمه هي هيدي يلي رقمها 800. وهيك نفس الشيء فينا نكمل مع الباقيين. نطلع هون مثلا 198، التنز هن 9، يعني 200 هي الأقرب، فهيدي أمه لهيدا الصوص. 747 الفور هي أصغر من 5، يعني 10 الأقرب هي 700، هيدي هي أمه، يعني هول الصوصين طلعوا إخوة، شفتون؟ هيدي أمه نفسها عم يفتشوا على أمه، حرام ضيعوها.
482 نطلع على tens هون tens هن 8 8 أكبر من 5 يعني nearest 10 هي 500 وهيدي هي أمه لهيدا الصوص وآخر صوص ضايع معنا لليوم رقمه 210 10 يعني أقل من 5 يعني nearest number 100 هي 200 وبتكون هيدي أمه كمان هيدول الصوصين هن إخوة وهيك بكون هلأ فسرت لكم كيف منلاقي the nearest 100 حضروا حالكم لأنه بحصتنا كمان رح يكون عنا تمارين أكتر عن نفس الموضوع358 is the standard form. How much is each of these digits worth? The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals 358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form. رح نتابع أصدقائي مع هذا التمرين على اللوح. سؤال بيقول Find the nearest 100 for the following numbers. يعني بدنا نلاقي المية الأقرب لكل واحد من هودي الأرقام. خلينا أفسر لكم كيف. مثل ما نحن كنا عم نلاقي the nearest 10 على number line كأنه نحن عم نعمل 300, 310, 320, 330 كأنه أنا عم بمشي لأوصل لل 400 وبيناتهم بقدر أعرف أي هي أقرب دايما بتطلع على الرقم يلي عم بفرجيني التنز 340 360 370 380 390 400 اوكي 368 هي بين 300 و 400 بتطلع على التنز عندي 6 تنز يعني كأنه هون 360 6 هي أكبر من 5 من هون يعني هي أقرب ل 400 nearest 100 هي 400 اوكي لكن رح اكتبها هون nearest رح اكتب الجواب هون nearest 100 nearest 100 هي 400 123 نفس الفكره كاني عم بعمل 100 110 110 10 110 120 150 160 170 180 190 200 2 هي أصغر من 5 هون لكن ال 100 الأقرب هي 100 مش 200 أوكي the nearest 100 هي 100 ما رح أعمل نفس الشيء للباقيين بس أنتوا صرتوا تعرفوا الطريقة كأني حاطة هون number line وعليه عم بمشي تشوف أي هي nearest 100 في أعملها براسي من دون ما أطلع 340 بتطلع على tens هن 4 tens 4 هي أصغر من 5 يعني nearest 10 هي الأصغر إذا هن بين 300 و 400 ل nearest 100 هي الأصغر لأنه هي أصغر من 5 رح أكتب هون الجواب nearest 100 هي 300 791 يعني لازم تكون بين 700 و 800 أي 100 هي the nearest الأقرب بتطلع على tens 9 أكبر من 5 أكبر من 5 يعني the nearest 100 هي الأكبر 262
خليني بس اكتب الجواب هون. 800 هي the nearest 100. 262 يعني هي بين 200 و 300. 6 هي أكبر من 5 يعني the nearest 100 هي الأكبر. The nearest 100 هي الأكبر 300. صرتوا تعرفوا كيف الطريقة أنه نحن نعمل حتى نعرف the nearest 100. اكتبون عندكم وخليكم متابعين معنا لنروح سوا للفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع كمان مع بعض التمارين على اللوح. خلينا نقرأ هيدا التمرين، هيدا السؤال، وانتبهوا كتير منيح حتى تفهموا مزبوط. منال needs to buy bread for 275 ليرات. منال بدها تشتري خبز حقن 275 ليرة. How much money should her mom give her? 200 or 300 ليرات؟ Why? منال بدها تشتري خبز حقن 275 ليرة. قديش الماما لازم تعطيها؟ 200 ليرة أو 300 ليرة؟ وليش عم يطلبوا منا نفسر لهم ليش؟ شوفوا شو 275 يعني 275 هي موجودة بين 200s يعني هن 200 و 300 مزبوط؟ ونحنا بدنا نلاقي the nearest 100 تنعرف، يعني بدنا نشوف إذا الماما لازم تعطيها 200 ليرة أو 300 ليرة. 275 التنز هي 7. 7 هي أكبر من 5 يعني the nearest 100 هي الأكبر. يعني إذا الماما عطيتها لمنال 300 ليرة 300 ليرة فيها تشتري الخبز ب 275 وبيرجع اللي عم ببيع البياع بيرجع لها شوي مصاري كمان. بس إذا الماما عطيتها 200 ليرة 200 ليرة منال ما رح تقدر تشتري الخبز. ليش؟ لأنه 200 is less than 275 هي أقل من 275. رح يقول لها البياع سوري أنت ما عندك مصاري كافية لحتى تشتري الخبز. مزبوط؟ كرمال هيك نحن لنعرف الجواب ولنساعد منال عملنا هيدي الطريقة لنشوف أي هي nearest 100 المية الأقرب لهيدا الرقم، واطلعنا على tens ولقينا أنه 7 هي أكبر من 5 يعني the nearest 100 هي ال 100 الأكبر مش الأصغر. وهيك راحت منال لعند الماما وقالت لها اعطيني 300 ليرة وراحت على الدكان وقدرت تشتري الخبز ب 275 لأنه ده كان معه مصاري أكتر. فهمتوها؟ كتير سهلة وبسيطة. شفتوا كيف نحن الهندردز وهول الأرقام كلهم منعوزهم بحياتنا اليومية؟ يعني أنتوا يمكن يكون عندكم 500 وبدكم تروحوا تشتروا لوح شوكولا حقه 400 مثلا أو حقه 900، بدكم تعرفوا إذا لازم تزيدوا مصاري عليهم أو تاخدوا أقل، بدكم تعرفوا أي هي the nearest 100. وهذا درس كتير مهم رح تتذكروه بكتير مرات. في عنا قصة تانية بدنا نساعد منير فيها. منير wants to use 425 white papers in his project. منير في عنده مشروع نطلب منه انه يعمله، هو بحاجة لحتى يطبق هيدا المشروع ينفذه هو بحاجة انه يستخدم 425 ورقة بيضاء 425 white papers. بس عنده لمونير بالمكتبة مطرح ما راح لحتى يجيب الورق لقى قدامه علبة فيها 500 ورقة وعلبة فيها 400 ورقة. أقولكن أي علبة لازم يشتري مونير لحتى يقدر يعمل البروجكت تبعوله؟ Which pack should he open? The pack with 500 or 400؟ Why؟
أكيد بده يشتري ويفتح العلبة يلي فيها أكثر من 500 أكثر من 425 أو أقل. خلينا نشوف هالمرة ما رح فينا نلاقي ذا نيرست 100. ليش؟ لأنه إذا لقينا ذا نيرست 100 رح يطلع الرقم أقل. فينا نقول نحن تقريبا منير عايز 400 ورقة، لأنه هو عايز 425. شوفوا كيف 425 هي بين 400 و500. مثل العادة بنطلع على التنز وهي أصغر من 5، يعني the nearest 100 هي 400 مش 500. يعني لما يقول منير أنا بحاجة تقريبا انتبهوا على الكلمة، يعني ل 400 ورقة، بيكون عم يعمل estimation. هو عايز 400 ورقة، عايز 400 وشوي، 425، بس ما رح يقول 500 ورقة لأنه 500 كتير أكتر من ما هو عايز. مشان هيك the nearest 100 هي 400، بس لما بده يشتري الباك رح يشتري تبع 500 لحتى يبقى له ورق زيادة، مش لحتى ينقصه ورق، لأنه إذا جاب تبع 400 رح يطلعوا الورق عنده ناقصين. فهمتوا كيف؟ the nearest 100 هي 400. ليش؟ لأنه 2 أصغر من 5، بس هو رح يروح يشتري العلبة يلي فيها 500 لحتى يقدر يستخدم كل الأوراق يلي هو بحاجة لإلها. Nearest 100 هي كتير مهمة لإلنا، بتساعدنا إنه نقول العدد تقريبياً. تقريباً أنا بحاجة ل 400 ورقة، تقريباً يعني زيادة شوي، بس إذا كان زيادة أكثر من 40 و 50 ساعتها بدنا نقول تقريبا ل 500 ورقة. شفتوا كيف؟ بنعمل estimation to the nearest 100. هيدي الطريقة بتساعدنا إنه تقريبيا نعرف عدد الأشياء يلي نحن رح نعوزها ونستخدمها. هيدا كان تمريننا لهيدي الفقرة، خليكن متابعين معنا لأنه رح نروح سوا لآخر فقرة بحصتنا. Five hundred fifty-two is 500 plus 50 plus 2. 670 is 600 plus 70 plus 0. 198 is 100 plus 90 plus 8. 347 is 300 plus 40 plus 7. 239 is 200 plus 30 plus 9. وهلأ أصدقائي وصلنا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. في عندي كروتة هون مكتوب عليهم، هود الكاردز مكتوب عليهم رقم، وإنتوا بدكم جربوا تقولولي the nearest 100 إذا كانت الأصغر أو الأكبر. جاهزين؟ أول رقم معنا هو 324. أي هي the nearest 100؟ 300 أو 400؟ نطلع على التنز، هي 2 هي أصغر من 5، يعني the nearest 100 هي 300. مظبوط. تاني رقم 128. كمان نطلع على التنز، 2 هي أصغر من 5، يعني the nearest 100 هي 100 مش 200. عظيم. 811 هي بين 800 و 900. نطلع على 10 هي 1، ال 1 هي أصغر من 5، يعني the nearest 100 هي 800.
756. التنز هي 5 وطالع 5 وأكبر يعني the nearest 100 هي 800. 690 نطلع على التنز. التنز هي 9 هي أكبر من 5 يعني the nearest 100 هي 700. إذا عم نعمل estimation نقول تقريبا 700. 518 10 هي 1 هي أصغر من 5 يعني the nearest 100 هي 500 مش 600. وآخر رقم معنا هو 461. نطلع على tens هي 6 هي أكبر من 5 يعني the nearest 100 هي الأكبر 500 مش 400. كرمل هيك نقدر نقول إنه 500 is the nearest 100. هيك منكون عرفنا الطريقة يلي بتساعدنا نعرف the nearest 100 ونعمل estimation يعني تقدير تقريبا قديش هيدا العدد تقريبا قديش هيدا الرقم. طريقة كتير سهلة وبسيطة أكيد أنتوا حفظتوها وصرتوا تعرفوها كتير منيح. اكتبوا كل هالأفكار عندكم والأرقام وحتى أنتوا فيكن تطبقون على أرقام تانية. 1000 أرقام تكتبوها على وراق وتجربوا تشوفوا أي هي the nearest 100. أنتوا كتير شاطرين تعرفوا. نحنا منحب نسمع منكم كمان ومنحب أنه تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك. تبعتوا لنا إذا كنتوا عم تكتبوا هالأشياء أو بأي مواد تانية عم تكتبوا بخط حلو، عم تألفوا يمكن شي شعر باللغة العربية أو عم تألفوا شي أرقام جديدة بالماث، بعتوا لنا إياهم على صفحة الفيسبوك www.facebook.com وفوتوا على صفحة مدرستي سات 7 كيدز وتواصلوا معنا لأنه نحن ناطرينكم ورح نكون كتير فرحانين أنه نسمع منكم. أكيد عم تشوفوا هيدا العنوان قدامكم على الشاشة. وهلأ يا أصحابي صار الوقت حتى ودعكم ورح أرجع ألتقي فيكم بحصة جديدة. انتروني باي. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. Even or odd, check each number, look at their end to know what's that number. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. The numbers that can be divided in half are called even numbers. The numbers that get +1 when divided are called odd numbers. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers.